السلام عليكم يا أهلا متتبعين، وأهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفاتي. وصفتنا اليوم عبارة عن فطور صباحي بطريقة جديدة وسهلة وسريعة في التحضير. خليكم مع المقادير والطريقة. أول حاجة نقطع الفلفلة حمراء وخضراء، بسم الله. من بعد ما قطعت الفلفل إلى مربعات صغيرة، دابا نقطع قطعة ديال الكاشير بنفس الطريقة. بالنسبة للخضر، يعني ماشي من الضروري ديروا نفس الخضر اللي درت أنا، كديروا اللي متوفر عندكم في البيت ديالكم. هكا نزوقو هكا. من بعد ما قطعت الخضار كما كتلاحظوا معي على شكل مربعات، غنحتاج 4 ديال البيضات. انا بديت مكسر البيض. بالنسبه للكميه ديال البيض، يعني انتم كديروا الكميه اللي حبيتو، يمكن لكم ديروا غير جوج بيضات حسب المقله ديالكم. ومن الافضل منين تهرسوا البيض هرسوا هكا بشي صحن ولا شي تبصيل باش نتفاداو القشور. من بعد ما كسرت البيض غنوضع الفلفل، وعندي هنايا شويه ديال الزيتون كحل وزيتون خضر، قبصه صغيره ديال الملحه، والملحه دائما كتبقى حسب الذوق، شويه ديال الثوم بودره. الا ما كنتوش كتوفروا على الثوم بودره يمكن لكم استغناء عنها، يعني بلا ما ديروا الثوم العادي، قبصه صغيره ديال الفلفل الاسود ولا الابزار. في هذه الاثناء انا وضعت المقلة على النار وخليته يسخن. بالنسبه للمقلة، يعني يمكن لكم ديروا كيا الزبده ولا الزيت النباتيه، انا كنفضل ندير الزيت البلدي، وانتم كيبقى لكم الاختيار. دابا نخلط العناصر كاملين. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتنال اعجابكم. كما لاحظتوا معي، يعني وصفه خفيفه وسريعه ديال الفطور، يمكن لكم تحضروا هكا للاطفال ديالكم في الصباح ولا يعني في المساء، هكا في كسكرو ديال العشيه. هكا الخليط ديالنا صباح جاهز. من بعد ما سخن الزيت، دابا غنوضع الخليط في المقلاة. بسم الله. بالنسبه للكميه ديال الزيت، انا وضعت جوج معالق كبار ديال زيت العود ولا زيت البلدي. وكما ذكرت لكم، يعني انتم كيبقى لكم الاختيار، الا حبيتوا كديروا قطعه ديال الزبده ولا الزيت نباتي. نحاولوا نوزعوا هذه القطع ديال الزيتون باش يعطيونا هكا واحد ديكور ولا واحد شكل زوين في البيض. دابا نخلي البيض يطيب. بالنسبه للشعله، يعني تكون الشعله كمهيله، ما مجهده بزاف ما ناقصه بزاف، ومن الافضل تغطيوا البيض باش يطيب دغيا. كما كتلاحظوا معايا، هذا هو الشكل ديال البيض. الا حبيتوا تقلبوه قلبوه، ما حبيتوش يعني يمكن لكم تخليوه بحال هكا. نشوفوه من الاسفل واش طاب. من الاسفل طايب كما كتلاحظوا معايا على هذا الشكل. وهكا الوصفه ديالنا صبحت جاهزه. دابا غنطفي عليها النار. كما ذكرت لكم، يمكن لكم تقلبوا البيض هكا الا بغيتوا تحمروه، يمكن لكم تحتفظوا يعني بالبيض بهذا اللون هدايا. انا نخليه على هذا اللون. دابا غنوضعوا في الصحن ديال التقديم ونتلاقاو ان شاء الله. وهذه هي الوصفه ديالنا يا احبائي، صبحت جاهزه. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم وصفه اليوم وتجربوها. كما لاحظتوا معي، يعني وصفه سهله وسريعه في التحضير. يمكن لكم تحضروا هذه الوصفه للاطفال ديالكم، فطروا بها في الصباح. كما لاحظتوا معي، زوقناها بشويه ديال الخضره باش هكا تحل الشهيه الاطفال ديالنا. كما كنعرفوا، يعني الالوان كيحلوا الشهيه. المهم ما نطولش عليكم، دابا غنقطعوا ونشوفوا الوصفه ديالنا كي جات من الداخل. بسم الله. وهذا هو البيض كما كتلاحظوا معايا طايب. كما ذكرت لكم من قبل، يمكن لكم تقلبوه هكا الا بغيتوا البيض يجيكم محمر من الفوق. بسم الله. بسم الله. وهكا يا احبائي، نكون وصلت النهاية ديال الفيديو. نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم فكره اليوم وتجربوها. اذا عجبتكم الوصفه كما العاده، ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء. واذا كنتو جداد، شاركوا القناه باش توصلوا دائما بكل جديدي. دوما بقى لي الا نودعكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. مع السلامه.